لم يبقى في المستشفى الجهوي بالقصرين من إيجابي سوى مجرد شعارات: أخي المواطن، مريضك أمانة عندنا فثق بنا، رعاية صحتك ضمان لازدهارك، إلى آخره من لافتات رنانة، لكن الحقيقة لها تفاصيل أخرى. معدات طبية وشبه طبية محدودة، جدران آلت إلى السقوط ووجب إعادة تهيئتها، وحتى أروقة المستشفى فقد امتلأت بالنفايات بسبب قلة الأعوان، ماء منقطع على المستشفى لمدة يومين كاملين، وعدة مظاهر أخرى لا تمت بكلمة الصحة بأية صلة. هذه سكانير متاعنا، سكانير هذه مونوباريت. مونوباريت تضمن نورمالمون ديباسي صاي. في تونس الجمهورية نورمالمون الولايات الكل عندها أقل شيء 16 باريت، 4 باريت مينيموم، وهي ديجا ديباسي، ديجا المرة اللي فاتت ما لقوش لها التوب نتاعها لما جابوا واحد أوكازيون من نابل. السكانيرات الآخرين متطورين خير، تنجم تخدم لي زونجيو بصفة عامة، يعني لي سكانير على العروق كلهم، تنجم تعمل سكانير على القلب، على عروق القلب، اللي هي مستحيلة لهنا، يعني لهنا حتى سكانير معناها ثم حاجات ديرجونس كيف أمبولي بيلمونير، ريشيرش دومبولي بيلمونير، يبدا المالاد اون ايرجونس يلزم تلوج له على سداد في العرق في وسط الرواري. هذه ما تسمحش لنا باش نعملوا، دونك نبعثوه لبرا البريفي. هذه بالضبط بعد ما نكملوا معناها الخدمه اليوميه، تصير فهمتني الفرز نتاع النفايات، ويصير فيها تنظيف، ويصير فيها تعقيم الواحد، معناها تصور انت هذيك تعقيم، هذيك نعقموا فيها وبعدها الوسخ اللي ما تصيرش اصلا. يعني بالمنطق بالعلم ما تصيرش. هو اون جينيرال السبيطار كامل ناقص في كل شيء. ما سبيسيالمون باش نحكوا على السيرفيس ريا يسمى اهون من برشا سيرفيس. اما الباقي يبقى الاشكاليه اللي ديما موجوده اللي هي ليفيكتيف. ما ثماش لا كادر باراميديكو كامل، لا كادر ميديكال، حتى طب الاختصاص مش موجوده برشا. ومن ناحيه الماتريال كيف كيف نحن نعانوا من نقص الماتريال في الناس صراحه، معرضين برشا اخطار. وزيد على هذا حتى المريض ما يلقيش راحته. حتى من الفروش ما همش ارتيكولي وصلون لي نورم معناها. الى جانب كلمات لا الترناتينغ كلمات لا هو كذا ولا تحصل ولا تعد. يعني تختزل الحكايه كل في البيرسونيل الماتريال، هي هذيك المشكله الوحيده اللي عندنا. اكثر المشاكل بالنسبه لنا نحكي كقسم الاستاجيلي خصوصا، خاطر الاستاجيلي هو اللي يهمنا اكثر حاجه. الاستاجيلي نقص بيرسونيل، نقص الاطار الطبي والاطار الشبه الطبي. الاطار الشبه الطبي خاصه انت مثلا انتم اليوم جيتوا العشيه، عندنا تروز انفيرمي يخدموا في سيرفيس كامل، في تروز انفيرمي، واحد في الجراحه الكوتير، واحد في قسم في البدنيه، واحد في هنا في الانجكسيون في التزريق. معناتها ثلاثه يخدموا في بتا ريجونال، فيه تا ترانسفير تاع جويه الكل 600,000 ساكن وقديش من واحد كلهم. نحن وصلنا نخدم في الارجونس معناتها 350 ما بين 400، معناتها 350 مواطن ورا 100 مواطن بابار 24، اللي هو تصور انت انفيرمي يخدم في هذوم الكل مع بعض. هذه النقطه الاولى، معناتها الاطار الشبه طبي. الاطار الطبي دعمونا نهارات على اساس معناتها البريد اخر بريد دعمونا، معناتها كنا نخدم بتروا ميدسا، ثلاثه اطباء ولا توا اربعه اطباء. مشكله نظافه بطبيعه، على خاطر تو مثلا اليوم انت جيتوا على اساس اليوم مثلا العمل التنظيف كلهم مقرفين كل في السبيطار كامل. ولايه القصرين عانت تهميشا على كل المستويات، واهالي القصرين الصامدون اليوم امام وحش اسمه الارهاب ما زالوا يعانون حرمانا طال حتى حقهم في المداوات وفي خدمة صحية تليق بهذه الجهة. سيدي أنا سيد مقيم في الخارج، عندي الوالدة جت لهنا فهمت مريضة في السبيطار، فهمت مريضة بالقلب وعندها مشاكل أخرى فهمتني، أبار هذاك جينا لهنا فهمتني. أعرف أنت السبيطار القصريين اللي هو فيه أنعاش وفيه بيت عمليات وفيه كل شيء، إنه هو كيكة حديث وزايد مطريين ما فهمش فهمتني، ليز الشيء هذاك الوسخ والخمج فهمتني، مش جماعة اللي يخدموا في السبيطار عاجل قاعدين يخدموا في خدمتهم. اخر حاجه هذه الواحد يتوقعها انها عباد مريضه راقده في السبيطار فهمتني نهارين يقص الماء. خويا مش سبيطار، هذه سبيطار، صور قلت هذه سبيطار، تدخل تقول داخل زباله، هذه سبيطار زباله خير منه، كلمه زباله ما نمرضش، نجي لهنا نروح مريض. البيرو دونتريلي هذا هو مواجهه المستشفى، نورمالمون يكون عنده تجهيزات وفما حاجات، فمش حاجه تلاقي حتى اورديناتور ما عندناش، ما نجمش يخدم في لي كونديسيون هذيا. كليماتيزور ما نتحدثوش عليه، ما وصلناش للكليماتيزور، وصلنا للاورديناتور ما عندناش باش نخدموا به. تخدم بيديك مانويل 13 معتمديه تخدم لهم وحدك، يخدم اجون واحد ويخدم مانويل بيديه. المستشفى الجهوي بالقصرين احرقت اماله واستبيح دمه واختنقت انفاسه وبات في حاجه ماسه الى نفس ثوري ينعش روحه ويشعره بالحياه.